عم قول لحالي اسكتي يا مرا ولا تحكي شي، بس ما عاد اتحمل امي. ألا عيبة هي الوسخة ما عم تخلص ابدا. انا كنت مخبية الصور مشان ما علي يشوفهم، وبعدين تتلطخ ايدي بالدم. ما فهمت ليش رح يطلعوا الصور ويورجوهم لعلي. بسببهم ابني ممكن يصير قاتل. لا مو بسببهم يا زمرد، بسبب الوات يا زهرة. زهرة ما ضلت بهالقصر وحافظت على شرفها، تركت زوجها وتخلت عن ابنها كمان وراحت على هديك المدينة الكبيرة لتفلت هنيك. انت شو عم تساوي ولك؟ طقت روحي يا ليلى، ما عاد اتحمل. في كتير مشاكل هون، خلينا نستغل هالفرصة. ديفران آغا مانو موجود، خلينا نضب أغراضنا ونروح من هون فورا. حل عني شوكت. الرجال مانو مهتم فيكي، ليش ما عم تفهمي؟ ديفران ما بيحبك، ما بده ياكي. في شي مرة مسك لك ايدك هيك؟ يلا اعترفي، ولا مرة ضمك مزبوط؟ شغلي عقلك يا بنت، شغلي عقلك، مو معتبرك حتى الزوجة الثانية. أنا رح ساويكي سلطانة ببيتي. يلا اتركني وانقلع من هون. ما فيني اتركك ليلى، ما فيني. انتي لقلي. طلع لك حيوان، انت ما بتفهم يعني؟ انت غبي؟ انت عند ديفران مجرد كلب يا عديم الشرف. حتى اذا ما اطلع بوشي واذا ما قال لي ولا كلمة حلوة ما بيهمني ابدا، انا مرته. نقلع من هون، يلا روح، وإلا قسما بالله رح اقتلك بايدي، بأوصك، فهمتوا لك؟ ليلى خانم، ممكن تجي شوي؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. ممكن تعطيني مي؟ الشرطة من الصبح عم تدور على حدا مو معروف شو عامل. تفضل. لحظة يا أخي. إيه؟ شكراً أخي. أنا رايح، ما فيني أقعد هيك، ممكن يكون قريب منا. لوين رايح؟ إسماعيل، رح لاقيه وأمسكه. بهالمدينة الكبيرة، وين بدك تلاقيه؟ أنا مستعد دور عليه ليل نهار لحتى لاقيه. الله يقويك، مثل اللي عم بيدور على إبرة بكومة قش، لا تتعذب. وانت شو دخلك؟ مين انت؟ انت شو إلك علاقة؟ وبعدين مو كل هالمصايب عم تصير بسبب عاداتكن وأعرافكن السخيفة؟ ميرزا سكوت، انتبه على كلامك. وإلا شو راح تساوي؟ ديفران خلص، انتو الاثنين اسكتوا رجاءً. علي، ألو. ها؟ ألا مرحبا أخي ديفران. أخي راسي مشوش كتير والشرطة عم تلاحقني، تعال خدني بسرعة. تمام، وين مكانك؟ طيب أنا جاي، خليك مكانك. تمام، يلا بشوفك. شوف الغبي، اتحاصر مثل الفارة. بنتي زهرة، انت لا تخافي ولا تقلقي، نحن هلأ رح نمسكه. يلا امشي، خلينا نمسك المجنون. بابا انتبه على حالك، ماشي؟ لا تشغلي بالك بنتي. خلص لا عاد تخافي، ماشي؟ هلأ رح يمسكوا علي، هلأ ما عاد يقدر يساوي لك شي ولا حتى يقرب منك. اسماعيل لا تتحركوا من مكانكم لخبرك، ماشي؟ طيب ماشي سيدي. انتبهوا، يعطيكم العافية.
روحوا لنشوف، بركي بتقدروا تلاقوني. بدكن تجننوني؟ ما بدي لا عصمت ولا قسمتي ونصيبي، لا تزعجوني أكتر. نحن ما دخلنا يا عمتي بعدين أحلام شازيمينتية اللي عم بتقول هيك، كل منامات اللي عم بتشوفها عم تتحقق. إيه كلها عم تتحقق، مو قلبي نظيف، كل شي بحلم فيه بيصير. سلام عليكم. وعليكم السلام. الحمد لله سلامتك. الله يسلمك. معطلنا اثنين شاي على محلي. إيه تكرم عيونك يا أخي، كان عندك محكمة شو صار فيها؟ قالوا لي استنى أسبوعين، وبصراحة أنا كتير خايف وقلقان. ها أخي يونس، ما بصير، لا لا تستنى على الفاضي، أنا بشوف لك منام وبخبرك. ولك منام؟ إيه إيه بالمنام، قلبي نظيف وطاهر، وطبعا فيكن البركة، بس الحمد لله ربي عطاني هاي الموهبة، ما شاء الله علي، أي منام بشوفه بيتحقق، وكمان فيني فسر المنامات اللي بتشوفوها. إيه آخ والله، ليلة مبارح شفت منام كتير غريب، ممكن تفسري لي يا شازيمانت؟ إيه طبعا، تفضلي اختي، يلا عادي هون وانا رح فسر لك المنام، يلا عادي عادي. لحظة طلع فيني اذا كنت عم تكذب علي. ليك انتبه، تهديداتك ما بتعني لي، اذا مو مصدقني لا تجي معي. على اساس في عندي حل تاني؟ شو بيعرفني، بجوز تكون اتفقت معه ضدي. مو انتو من فترة خطفتوا ابني؟ خطفتوا ابني وهددتوه بالقتل، كله بسبب الأعراف. خلص يا ابني، بكفي، حاش تبكي. ما عم بفهم شو صايبه هالولد يا امي. ما في لا سخونه ولا شي. شو رح يكون صايبه يعني؟ شويه مغص. للاسف همه كبير هالولد، يمكن عم يبكي على قدر امه وابوه بسببك انت. هلا انا اللي صرت غلطانه اذا ابنك الغبي لحق مرته يلي وسخت شرفه؟ اسكتوا، حاش تتناقروا. اتصلتي بعلي؟ ايه اتصلت، ما سمعني. هو مقرر يقتل زهرة، رح يقضي كل عمره بالحبس. خلي علي نظف شرفه بالأول، ونحن منلاقي له حل بعدين. نحن ما منترك علي يضل بالحبس أبدا. ليفران أغا بيشوف شي حدا تاني ليفوت على الحبس بداله لعلي. يلا روح بقى ولا تضل واقف هون. بيلين، روزجار، تعالوا على الأكل. يلا يا حبيبتي، أنت لازم تاكلي.
صحتين وهنا. على قلبك اسماعيل. اسماعيل رح اسكب صحن للشرطي يلي واقف برا، خذ له يا اذا ما في عذاب يعني. والله بيكون منيح. انا رايح شوفه. انت قول لفريقك ما حدا يبين بالمكان. طلع اصحك ترتكب اي غلط، المكان كله شرطة، اذا شفتك ساويت شي منعتقلك بلحظتها. تمام فهمنا. قل الحق على اللي عم بيساعدك، قال لازم اتركه يقتله. طلعوا لك، لا تتجاوز حدودك. طيب ليش زوجك بده يقتلك؟ سويتي شي غلط؟ والله أنا ما سويت أي شي أبداً. طيب ليش هو متضايق منك هالقد؟ ما بعرف بنوب. بلكي بابا ما قدر يمسكه، بلكي إجا وقتلك. روزغار بكفي، حاجة أسئلة، هالموضوع ما بيخصك أبداً. أنت خلص أكل وروح على غرفتك. رح أخذ سيارتي وروح نام. شو هالحالة هي؟ ما عاد نعرف نرتاح جوات بيتنا. صارت حياتنا مثل شي فيلم رعب، كله بسببكن أنتو. ما كفاهن يلي عملوه، حرقونا حياتنا. الله ينتقم منك ويجازيك يا ليلى. أذيتي زهرة وابني وحرقتي لي روحي على ابني كمان. الله ينتقم منك ويجازيك. إن شاء الله ما بتشوفي سعادة بكل حياتك. ايه صحيح. وانت شفت بعيونك بالله جد؟ وقفوا شغل، مثل ما اني شايفة تبكن بيشتغل بدل ايديكم. فيصل انت خليك. وانت اطلع. انت شو واقف عم تتطلع هيك مثل الغبي؟ اطلع. فيصل تعال. آها ليك هون.
انت شو عم تساوي هون بالليل؟ يلا فوت على البيت. بيلين، الظروف يلي مرت فيها زهرة مانا سهلة أبدا. ممكن تتفهمي الوضع شوي؟ أنت وزهرة أخوات. أنا عندي أخ واحد وهو روزجار، وكل يلي مرت فيه زهرة ما بيهمني بنوب، وأنا زعلانة أكتر منها. صديقي مات قدام عيوني من لما زهرة فاتت على حياتنا وعلى هالبيت. كل حياتنا تدمرت. انتي وحده منحوسه. الظروف يلي مرت فيها زهره ما كانت بخيارها، كله كان غصب عنا. ممكن تحاولي تتفهمي شوي؟ كان ممكن تكوني محلها بيلين. لا يا ملك، بيلين مستحيل تكون بمحل زهره، لاني مستحيل اسمح يصير هيك لبنتي. انا بعرف احمي اولادي احسن منك، مفهوم؟ نلعو من هذا البيت. خدي بنتك وروحي، أنا بكرهك، مفهوم؟ إسماعيل، اللي اسمه علي مانو مبين بنوب، انتبهوا على الحراسة عندكم، فتحوا عيونكم منيح. ماشي سيدي، لا تشغل بالك. أنا بس كان بدي إياها تروح من بيتنا، ما فكرت أبداً إنه زوجها ممكن يجي ليقتلها. يا أمي، خططنا لهالشي لنتخلص منه، وأنا بس لهذا السبب صورت الصور. انت شو عم بتساوي جنات؟ هلا بشوفك. لا ابدا، لانه علي مانو هون ولا رح يجي. اسماعيل اسمعني منيح، علي عم يلعب علينا، اكيد هو حوالين البيت، ديروا بالكم. اتصل سيدي وقال ننتبه منيح، احتمال انه علي يكون هون. لا تقلق سيدي. لهيك انت روح وشوف الوضع هنيك. يلا ماشي. بنتي حاش تبكي وتساوي بحالك هيك؟ أمي، بترجعكي أنا ما عاد فيني أبقى بهالبيت، بدي روح. معك حق، بس ما فينا نروح هلأ. أمي، أنا ما عم بقدر أتنفس هون، حس أني رح أختنق، خلينا نطلع لبرا شوي. ماشي، تعالي تعالي.
السلام عليكم. وعليكم السلام. ديفران آغا قال لي شوف السجادات اللي بالمستودع، شفتهم وكأنه فيهم مشكلة. خير، شو المشكلة يلي فيهم؟ كأنهم مرطبين شوي. اتصل بليلى خانم مخبرها لتجي تشوف المشكلة. ألو ليلى خانم، في مشكلة بالسجادات يلي بالمستودع، ممكن تيجي لهون وتشوفيهم؟ تمام، جاي فورا. تمام، قالت جاي. منيح منيح. خليني شيل هدول. صب لك كاسة شاي؟ لا لا شكرا، لا تضل هون، روح، أنا بضل مكانك لا تقلق. ماشي. تعالي لنشوف. تعالي يا ليلى، بس تجي بتشوفي شو مستنيكي. اهدي بنتي، خلص اهدي. تعالي بكفي، لا تساوي بحالك هيك. يلا قعدي هون وخدي نفس على مهلك. تمام، بكفي حبيبتي زهرة، حاج تبكي، حاولي تاخدي نفس، تنفسي. يا حبيبتي بس حاولي تفكري بالموضوع من الناحية الإيجابية. هاي تأقلمتي على المدرسة يلي هون، كل الأمور رح تكون منيحة وأنتي رح تنجحي بحياتك. بلكي ما صار هالشي، علي رح يقدر يلاقيني، ما حيخليني عايشة، أكيد رح يقتلني. ما بسمح له يساويها أبدا، الشرطة رح يمسكوا علي. بترجاكي اهدي يا بنتي. بس انتي بدي اياكي توعديني مرة تانية، اذا بموت او بيصير لي شي انتي ما رح تتركي جمال ابدا، انتي رح تهتمي فيه. ماشي؟ ما بدي اسمع هالحكي منك، ما رح يصير يلي عم تفكري فيه. انتي رح تكملي دراستك ورح نربي جمال مع بعض، فهمتي؟ لا تبكي يا روحي، اهدي. يلا ملك ردي على تليفونك، ردي. عم ترجفي من البرد، ما بصير هيك بعدين بتمرضي. طيب استنيني هون، شمي هوا نظيف وانا رح فوت جيب لك جاكيت. لا تتحركي. ديفران مسكتوه لعلي؟
شو؟ زهرة! 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 يا ربي لسه هلأ تركت وينك يا زهرة؟ زهرة! يلا اركب بالسيارة والحقوا بسرعة، يلا بسرعة. ساعدوها لبنتي اسماعيل. سيارة، اعطيني مفتاح السيارة، اعطيني مفتاح. وين مفتاح هاي السيارة؟ يلا بسرعة. خلص طولي بالك وهدي شوي. اسماعيل يلعنوا هالحقير. ماشي سكر. شو صار؟ علي قدر يخطفها لزهرة. أنا بورجي. صالح؟ صالح؟ لك بأي جهنم اختفى هذا الرجال؟ انت شو عم تساوي هون؟ اجباري رح يمرق من هذا الطريق. اخ منك يا علي. ليكو هنيك. بعد هيك انتي ما فيك تقلي لي شو لازم ساوي. كل اللي بدي اياه انا بساوي. شوكة تتركني، شوكة تتركني، بعد عني. بكفي شوكة، انت جنيت. خلص ملك اهدي، الشرطة عم تلاحقه. ما بيهمني، انا بدي روح. اعطيني المفتاح. طولي بالك، الدوريات عم تلاحق السيارة ورح يمسكوه اكيد. لك انتو ليش ما عم تفهموني؟ انا لازم لاقي بنتي، ما فيني ضل عم بستنى هون. بنتي زهرة بحاجتي. دفران ما رح يخليك تعيش، رح يقتلك. اتركني.
لك شو انت ما بتعرف تسوق؟ انت ليش قطعت طريقي؟ انت ماشي غلط. يلا بعد سيارتك. بعد. لك شو انت ما بتعرف تسوق؟ انت ليش قطعت طريقي؟ انت ماشي غلط. يلا بعد سيارتك. بعد. كتير منيح نفدنا. ممتاز. ملك خانو، يلا فوتي لجوا، الجو هون بارد. لو سمحتي لا تعملي هيك، رح يخبرونا أول ما يمسكوه. هالحقير هرب من بين ايدينا. اوف. اختي بتخليني نام جنبك هالليلة؟ انا خايف من هداك الرجال. يعني وين رح يكون اختفى؟ كل هالشرطة ما قدروا على شخص واحد؟ بأي جورة تخبى هالكلب؟ بأي جورة تخبى؟ ليك السيارة هنيك. وين راح يكون اخذها؟ زهرة! زهرة! علي انت شو بدك تساوي؟ اجا الوقت يا زهرة، بعد شوي ما عاد راح يضل لك مكان بهالدنيا ابدا، فهمتي؟ راح خلص عليك اليوم. لسه ما في خبر عنهم؟ للأسف لا. بنتي! بلا ما نضيع الوقت، أكيد ما بعدوا كتير. أنا رح فوت جوات الغابة وانت روح من هديك الجهة، اتفقنا؟ زهرة! 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 اصحك تتغابى يا علي، اصحك.
وأنا كمان ارتكبت ذنب، سمعت من الشيطان، أنا اللي قتلت كاظم أخ، ولهذا السبب عم بيصير معي هيك. علي أنا بحلف لك ما سويت شيء. ولا كلمة يا زهرة، خرسي. زهرة، سارة وين انتي يا بنتي؟ سارة! لك علي يلعنك شو غبي!